مرة تانية مشاهدي برنامج نهاية الأسبوع وفقرتنا الأسبوعية ولقائنا مع الأستاذ الدكتور هاني ناظر استشاري الأمراض الجلدية. أهلا بك دكتور هاني. أهلا بحضرتك. كنا الحقيقة يمكن الأسبوع اللي فات عندنا أسئلة من الأسبوع اللي فات مؤجلة، بس خلينا نبدأ فقرتنا النهاردة بالتقلبات اللي سيادتك يعني حذرت منها من فترة. حصل تقلبات جوية، والتقلبات دي يعني عاملة اضطراب شوية في موضوع البرد وحر، وكمان اصحاب الناس اللي عندها حساسيه والاطفال الصغيرين. ازاي نتعامل بقى، خصوصا ان يعني زي ما سمعنا كده الارصاد كانوا بيصرحوا ان في اتربه ورمال وكمان انخفاض في درجات الحراره. فعلا هيئه الارصاد الدكتور احمد عبد الله قال في الكلام ده، وانا جاي دلوقتي فعلا في اضطراب جامد. وده اللي يهمني في الموضوع، خاصه الناس كبار السن والاطفال الصغيرين والناس اللي عندها حساسيه سواء جلديه او صدريه او عيون. الجو ده بالنسبه لهم بيبقى مشكله. صحيح. فعشان كده يعني النهارده بنقول بعد الظهر الولاد لما يرجعوا المدرسه ممكن النهارده معلش ناجل خروجاتنا. يعني لو كان في يعني حاجه مش مهمه قوي يعني افضل ان احنا نقعد في البيت. وفي نفس الوقت الشبابيك تبقى مقفوله كويس. ليه؟ لان مشكله التراب ده بيظهر اعراض الحساسيه. وهنعاني منها الولاد دول ممكن يعانوا منها التلات اربع ايام اللي جايين. فمعلش نستحمل النهارده وناخد احتياطنا، لان هتبص تلاقي على طول بكره تلاقي اللي اتعرض للتراب يقول لك انا عايز اهرش في حاجه. كلام من ده بيكح، عينه بتدمع. فانا دايما بقول الوقايه خير من العلاج. طيب افرض حصل حد النهارده، في ناس خرجت النهارده فعلا خلاص اوريدي وبتشم تراب دلوقتي زي ما شميت زينا كده. فاحتياطي طيب كده النهارده بعد الظهر الولاد لما يرجعوا او اي حد بيعاني من حساسيه على طول باخد حاجه مضاده للهستامين. اذا كان طفل بياخد معلقه بالليل النهارده ان شاء الله. تمام. اذا كان واحد كبير بياخد قرص مضاد هستامين طويل مفعول، وناخد النهارده وبكره وبعده كاجراء وقائي عشان ما تظهرش اي اعراض حساسيه. تمام. وحتى سواء الحساسيه دي حساسيه صدريه او جلديه. اي نوع، او جيوب انفيه. وجيوب انفيه. يعني بس انا دكتور جلديه فبتكلم في الجلد. لا احنا بنتكلم في العموم علشان ايه يعني ناخد بالنا. طيب كان يعني يمكن احنا كنا